إحدى المخالفات المرورية هو الدراجة تكون بالشارع سير رونج سايد. السلام عليكم، شلونك أخوي؟ إن شاء الله بخير. شنو مخالفتك؟ رحم الله والديك. تعرف إنه الرون جريمة؟ يعني أنت متعمد تروح باتجاه خطأ. لا أنا أثبت منك. نعم. بس في هذا الشارع من فارق تطلع منك قبل عمزة. بهاي الحالة لا سامح الله إذا شخص بمركبته جايب سايدة. صح. ويضربك وراح تتعرض الحادث، وأكيد لا سامح الله راح تتأذى. أنا موقع لأني فارم من الشركة. أنا ما. بس جاي أروح نام. على عيني وعلى راسي الحادث ما راح يتم تبرير. يعني أنت هذا الرون ما راح يعني يكون سبب كافي انه انت مستعجل او مكان قريب، صح لو خطا؟ هذه مخالفه مروريه، ومخالفه مروريه والاهم اخواننا هو ما يعرض نفسه للخطر، احنا غايتنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه، لكن نتمنى من سائقي المركبات الالتزام، ليش؟ لان انت اذا لا سامح الله صار حادث، ما راح تكون بس انت الشخص نقول اللي راح يصيبك ضرر من هذا الموضوع، اخوك صاحب المركبه ايضا راح يتضرر من هذا الموضوع. فنصيحتك إلى نفسك وإلى أخوانك سائقي الدراجات النارية. والله أتمنى الالتزام بالقوانين. تتمنى الالتزام بالقوانين وأنت؟ إن شاء الله ألتزم بالقوانين. زين. دراجتك مسجلة؟ لا والله دراجتي مو مسجلة لأن ما بيها. ما بيها. اسمح لي بوجهك. تمام. بعد المفروض أنت كسائق دراجة ترتدي أقلها خوذة. صح لو أنا غلطانة؟ احنا اغلب سائقي الدراجات يعرفون الاخطاء. هسه عفنا من الهويه، هسه انا غايتي هو نشر الوعي والثقافه المروريه. انت اذا تعرض نفسك للخطر لا سامح الله مجرد اي حادث اذا تسقط على الارض راح تتاذى اكيد. فيعني الخوذه مو كاسكيت، عم تحمي نفسك ان شاء الله. ان شاء الله اغلب اخواننا سائقي الدراجات الناريه دائما ما تكون عندهم مخالفات ويعتبروها نوعا ما بسيطه، من هذه المخالفات انه الرون. صحيح الرون سايد، عدم امتثال الاشاره الضوئيه. نعم. عدم امتثال اشاره خريج المرور. نعم. المخالفات يعني وايد المخالفات. نعم. هسه المواطن يساعدنا. نعم. عكس السير مباشره جاي من الربيعي. نعم. باتجاه ساحه الوطن. اكيد. فهي حاسب عليه، راح اود الدرجه ما تنحجز. اتمنى لك كل الصحه والسلامه، شكرا جزيلا.